بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يسعدني وجودي وسط قامتين علميتين قانونيتين يشار لهم البنان، معالي الأخ الأمين العام أخي العزيز حسين بيه جمال، معالي المستشار الدكتور نائب رئيس مجلس الدولة أستاذنا الدكتور طه. وطبعا بتكلم معاكم وبيتكلم معاكم ايه كإجراء او كقانون اجرائي بالنسبة للمحاماة، لكن لو اتكلم معاكم باسلوب اكاديمي هنكرر ما كنا نأخذه في المحاضرات في الجامعة. وطبعا كنت بلمس مع المستشار يعني سيادة الامين ان معظم الحاضرين كان بيفتقدوا الحضور في الجامعات، كان بيفتقدوا الحضور، ده طبعا سابكم امور كثيرة جدا. أنا لن أطيل ولن أسيب، لكن في هناك موضوعات يستحسن في رجل القضاء الواقف المحامي أن يكون ملما بها. في سنة أولى كلية درسنا ليكم نظم سياسي ونظم دستوري واقتصاد سياسي، يعني جعلت من المحامي رجل سياسة ورجل اقتصاد ورجل إدارة. يعني أما قال المحامي في هذا اليوم يفتقد الحس الاقتصادي في كلامه، يفتقد الحس السياسي في كلامه، بقى لازم أنا أشير إليه كما أشير لطلابي في الجامعة، معلمه إزاي يصدر قرار والقرار أبعده إيه، ما دي بعد اجتماعي وبعد سياسي وبعد اقتصادي. من هنا عرفت لكم القرار في المرة السابقة وقلت ليكم يا جماعة القرار ده ببساطة جهة الإدارة بتفصح عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، والقرار الإداري يرتكز على ركنين أساسيين هما المشروعية والإمكان. المشروعية والإمكان، لن أسف في هذا، هذا أتركه لمعالي المستشار، لكننا اليوم بصدد قانون صدر ومترتب على قانون آخر بتعديلاته وهو قانون الضرائب على الدخل. احنا عارفين ضرائب على الدخل 91 سنة 2005 وتعديلاته، ثم هناك القيمة المضافة. وما لقى محامي بيفتقد معرفة هذه القوانين، انت سامع؟ محامي يفتقد معرفة هذه القوانين، ازاي ازاي هتذهب للمحكمة وازاي تذهب للجنة الطعن الاول وازاي تطعن على قرار اقرار وخلافه وتعمل اقرار ضريبي وخلافه. قبل كل هذا وقبل ما ادخل في موضوع الضريبة بصفة عامة والفاتورة الالكترونية بالنسبة للنقابات المهنية بصفة خاصة والتي يشرفني وشرفتني بها مجلس النقابة ومعي أخي سيادة الأمين أننا أعضاء اللجنة دي، أتكلم فيها بإسهاب، لكنني حزين مع المستشار أن المحامين ذهبوا إلى النتائج ولم يبحثوا في الأسباب. هو إيه الداعي أنا بفرض ضريبة أصلا؟ انتوا عارفين في درسنا لكم الضريبة وأساسياتها وقواعدها والكلام ده كله، لكنني اليوم وجدت في الموازنة العامة المصرية عجزا مزمنا، يعني كالمريض المرض بمرض مزمن، عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة. جلسنا نبحث عن أسباب هذا العجز فوجدنا أن هناك اقتصاد موازي لاقتصاد الدولة، اقتصاد موازي لاقتصاد الدولة. يعني يعني في اقتصاد غير رسمي واقتصاد رسمي. الاقتصاد الرسمي ده واضح للعيان، وجدنا ان الاقتصاد الموازي يعادل ما يقارب عن 6 تريليون جنيه مصري. الدولة لا تعرف عنها شيء. تخيلوا بقى، افهموا معايا عشان نحكي وتعرفوا بعد كده ما اكلمكم في الفاتوره الالكترونيه تعرف انا بتكلم مع في ابعاد ايه، ايه الابعاد اللي انا بتكلم فيها. هكلم في بعد اقتصادي وبعد سياسي وبعد اجتماعي. فبقول لكم دلوقتي
الاقتصادي الموازي ده مين هم؟ والجماعه دول مستخبين ليه؟ وهل من حقهم انه ينتفعوا بالخدمات المقرره ليا وليك وما يدفعوش فلوس؟ يعني مثلا بينتفع بالكهرباء والغاز والميه والطرق وخلافه ولا يدفع للدوله شيء. اما انا وانت حوالي 10% بندفع كل شيء و90% لا يدفعون شيء. هل هذه عدالة ضريبية؟ احنا نسأل انفسنا ونتكلم مع نفسنا هل دي عدالة؟ طب ايه رأيكم لو 100% دفعوا العبء الضريبي هيخف؟ بدل ما ادفع 1000 جنيه هدفع 100 جنيه لان وزعت الضريبة على 100 ما دفعهاش 10%. الاقتصاد الموازي فجأة هنا بدأت الدولة تبحث عن آليات لجذب الاقتصاد الموازي ده لاقتصاد الدولة. أنا عندي عجز السنة دي في الموازنة العامة للدولة كام؟ وهنا يا سادة يا محامين يلا درسنا لكم مالية عامة واقتصاد، أنت عارفين موازنة الدولة عبارة عن إيرادات ونفقات توضع في وثيقة بتسمى الموازنة العامة، في حاجة غير كده؟ طيب اما اقول السنه دي اعمل تطبيق عندي موازنه عامه السنه دي تربو عن 3 تريليون جنيه. ايراداتي كام؟ 2.2 تريليون جنيه. ابقى عندي عجز كام؟ فكروا معي عجز كام؟ 8 مليار. ال 800 مليار دول هجيبهم منين؟ خلي بالكم انتبهوا معايا عشان تعرفوا ما بتكلم فيما بعد في الفاتورة. عاوز اوصل لزملائي المحامين ايه؟ عندي عجز 800 مليار. الله، طب اعمل ايه؟ يا اما حاجة من الاتنين، يا اما اقول لكم زودوا الانتاج يا رشدوا الانفاق يقترض، فبتلجأ الدولة للوسيلة التقليدية الاقتراض. ومين يدفع عبء الاقتراض؟ انا وانت والاجيال اللي جاي. طب ليه يا جماعه ما في حلول اخرى؟ ايه الحلول الاخرى؟ ده رقم مثال يعني، مش احنا بنعملش كده. ايه الحلول الاخرى؟ مش عايزين قرض ومش عايزين حاجه. الحلول الاخرى بيقول لك ايه بقى؟ الله، طب انا عندي اقتصاد موازي 6 تريليون وانا عندي عجز كام؟ تريليون. طب ما اجيب الجماعه الغير رسميين دول ادي لهم محفزات ويجوا عندي واسحبهم للضرايب واليه ملف ضريبي. ابقى هنا انا عاوز اعمل ايه بقى؟ اضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي اول حاجة. اتنين، اوسع القاعدة الضريبية. النهاردة 50% بيدفعوا ضرائب و50% بيدفعوش ضرائب، في حين ال 50% اللي بيدفعوش ضرائب بينتفعوا بالخدمات اكثر من الناس اللي بيدفعوا ضرائب. طيب وهضرب لكم امثلة كثيرة وما اشرح لكم كيف فرضت الضريبة، لكن هذه مقدمة. أبقى الهدف الأول ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الاقتصاد الغير الموازي للاقتصاد الرسمي، أو بنسميه الاقتصاد الخفي. الاقتصاد الخفي. طيب أما ضمه بقى وجاب لي 5 تريليون 6 تريليون، أبقى عندي عجز في الموازنة، هضطر للاقتراض. هتعود الأموال دي على مين؟ مش الخدمات العامة؟ صح. طيب في التوظيف، تحقيق الامن الغذائي، تحقيق امور كثيره جدا، ولا امد ايدي لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي ولا اي مؤسسه دوليه ولا دول شقيقه ولا دول غير شقيقه. ابقى انا بامكاني، لكن الاليات والوسيله كان يشوبها بعض ايه؟ التجاوز. فاعتبروا ان اعضاء النقابات المهنيه اقتصاد موازي. اللي هو احنا. طب وده انا بقى اقول لكم محمد. اقول لهم بقى انا عاوز اقنعهم ان انتوا مش اقتصاد موازي، بالعكس ده انتوا اضافه للاقتصاد الدولي، اضافه كمورد بشري مدرب واضافه لاقتصاد الدوله، لان انتوا الدوله وشايفاكم. ما في واحد منكم بيرفع دعوه الا حط الدعوه قبل ما والرسوم. اما انتوا عاوزين تجعلوهم تحت عيونكم، لا بتعودنا المحامين تحت عينكم كويس جدا،
لكن لا ننكر يا معالي الوزير يا معالي ان في ناس متهربين الضرائب وناس ما بيعملوش اقرار ضريب. كل فئات المجتمع متهربين. جميل قوي. ابقى هنا اذا العدالة الضريبية لم تتحقق. واحنا بنبحث على العدالة. وانتم احد جناحي العدالة. وقال تعالى واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ليس معنى ان انت اخويا وزميلي وقريبك ان انا اقول انت صح. لا. ايضا نحن جانبنا الصواب في كثير من الامور. فقلنا هنضم النقابات المهنية للتعليم. نعمل لهم بقى محفزات ولا نعمل لهم عقوبات؟ يا محفزات. نعمل لهم محفزات. انا عاوزك زبراج العربان مني. مش بتكلم انتوا. انتوا بتمثلوا كم؟ ما تمثلوش 5% او واحد كم 2.5% النقابات كلها. لكن عندي كم في المية؟ اكتر من 50% متهرب من الضرائب. مش موجودين تحت. وزير المالية في احد اللقاءات بيقول لي انا نزلت احد الاماكن في اسكندرية في يوم من عميل واحد جاب 8 مليار جنيه. بس مش محامي. مش محامي. ايوه عشان بتكلم واضح. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ارض الله. يوم واحد 8 مليار جنيه يوم واحد. الله. اذا نبحث احنا بقى. انتم مشرعين. انتم رجال القانون. انتم رجال القضاء الواقف. انت اللي بتصنع التشريع الضريبي وغير التشريع الضريبي. اما تجد هذه المعطيات امامك على الساحة هتعمل ايه؟ انا هدف تحقيق العدالة الضريبية. طيب. فقالوا هنسحب النقابات المهنية ونجعلها تحت اعين الدولة. ابقى نعمل ايه؟ نتحول للرقمنة. ابقى كل واحد لكم فيه كود. نتحول ايه للرقمنة. احنا مع التحول الرقمي كويس وكل حاجة تحت كنا اعين الدولة. لكن الاليات يعني الاليات اللي نراها الكثير منا انها لا تتوافق مع طبيعة القضاء الواقف. على طبيعة القضاء الواقف. فاذا كنتم بتعتبرونا اصحاب رسالة. ها؟ كرجل القضاء الجالس. الغير الملزم بعمل تسجيل الكتروني او فاتوره الكترونيه وتعتبرني احد جناحي العداله لا تلزمني بكده لان اصلا انا تحت عينكم من البدايه ثم انني صاحب رساله لا تخلط بيني وبين النقابات المهنيه الاخرى طب واطباء ولا الصيادله ولا الزراعه لا دول موظفين دوله اما المحامي راجل مستقل ليس له راتب وليس له معاش وليس له تأمين وخلاف لا لنا معاش يعني معاش كل نقابة طيب مش معاش من الدولة يعني لا مش من الدولة معاش نقابة لا يا بيه مش من الدولة إذن هنا يبقى النقابة بتدفعك لنا إذن لا تحمل إذن المحامين لا يحملون الدولة أي التزامات بل العكس بيرفعوا عن كاهل الدولة الكثيرة والكثير إذا كنا نتكلم عن المحامين لكن المحامين يجب أن يكونوا صادقين مع أنفسهم أبقى أنا بقول لك إذا كنت أنا هخليك تنضم للاقتصاد الرسمي لكن أراعي أنك صاحب رسالة إحنا كثير منا مجانب للصواب وما يدفعش ضرائب لكن الوسيلة أبقى إذن الهدف هو التحول إلى الرقمنة بحيث أنه كل حاجة زي ما بتدخل على الحاسب الآلي يضرب اسم سين يطلع سين إيه اللي ليكوا اللي عليه لقيتهم جايبين لي موضوع قدوله 30 سنة فين ده ما عرفش ضاس على الرقم طيب مش وبناء عليهم لن أسهب معاكم في موضوع ايه اللي حصل لان اللي حصل ده هكلمه في كل المحاضرة القادمة اذا هنا الوعي الضريبي الذي يجب ان يتحلى به المحامي ان الضريبة لها هدف اقتصادي. طب والهدف الاقتصادي والهدف المالي والهدف السياسي والهدف الاجتماعي اللي انتوا درستوه في الجامعة انا عاوز احققه على ارض الواقع. حققه ازاي؟ فبينشأ عن الضريبة نزاع. النزاع ده بيكون بين مين ومين؟ بين الفرد
الضرائب والدولة ممثلة في الضرائب، بين الكيان وبين الضرائب. قد يكون فرد طبيعي زي وزيك، قد يكون كيان معنوي، شركة، مؤسسة، خلافه بينه وبين الدولة. النزاع ده تمثل في ايه؟ تمثل ان العضو المخاطب سيادته محامي، سواء كان نشاط فردي او كيان. طب ازاي كيان؟ يعني سعادتك يا استاذنا بتعمل مستشار لدى كيان، لشركة، لمؤسسة. اما انا ما بعملش مستشار، فكيف اخاطب هذا بالفاتورة واخاطب هذا بالفاتورة؟ انت عاوز تكذب مين فيهم؟ عاوز تلزم مين فيهم؟ هزاخد المحامي. هنا المحامي بقى، انا المحامي الفرد واتضمنه، ولا اقول لكوني في النقابة، لا، انا اتكلم بصفتي كاستاذ للجامعة وعميد كلية. انا حضرت هذه الجلسات والنقابة بذلت وتبذل ما في وسعها واكثر من وسعها، ولم تترك ولا يتكلمون امام المسؤولين بكل حدة حفاظا عليكم انتم، لان كلكم مبتدئين. المحامي لا يكلف الدولة اي شيء ولا يأخذ من الدولة اي شيء، وبالتالي بيضيف موارد للدولة، بل هو اضافة. انت كل يوم من خلالك انت بتدخل خزانة الدولة اموال. اذا افقدت الثقة في هذا المحامي، لا عدالة هتشتغل ولا محاكم هتشتغل. هو مين بيشغل محاكم؟ مع احترام على المستشار، مين بيشغل محاكم يا رئيس؟ والمحامي ده علاقته بمين؟ بالموكل. والموكل ده ما اخويا واخوك وابني وابنك، ونحن عارفين الاوضاع الاجتماعية كلها. النهاردة مكتبك النهاردة المحاماة إذا كان بيشغل خمسة، يعني خمس أسر، ما تقولش خمس أفراد، خمس أسر، ياخدوا عن كاهل الدولة ويرفعوا عن كاهل الدولة. فما اتكلم مع المحاماة، أيوة لك حق، لكن عليك واجب. الواجب نفهمه من خلال الوعي الضريبي. هل أنتوا ضد ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي؟ أنتوا ضده؟ طبعا معهم، صح؟ لأنه يخفف عليه وعليك، أنا هستفيد. بدل العبء الضريبي بيتحمله 10%، لا، العبء الضريبي على 80%. بدل ما ادفع 1000 جنيه هيدفع 100 جنيه. أولا توسعت القاعدة الضريبية، ده هدفنا. اتنين، التحول إلى الرقمنة. أنتوا مع الرقمنة ولا ضد الرقمنة؟ النهاردة ما أخذ الفيزة البنك مع الرئيس وأروح أمشي وأتفكس. أمر سهل وأمر جيد ولا لا؟ بخلاص الفلوس أحطها في جيبها بتضيع. إذا ما تحول الرقمنة. طيب كله ده بيغية إيه؟ تحقيق العدالة الضريبية، تحقيق العدالة الضريبية. طيب حصل بقت المشكلة. في بداية الأمر قلنا أن المنازعات الضريبية كان بيختص بها القضاء إيه؟ المدني. الآن أصبحت للاختصاص للقضاء الإداري، للقضاء الإداري. يعني معنى ذلك ممكن اعتبر فرض الضريبة قرار اداري انت تراه معيبا وبناء عليه طعنت عليه امام القضاء الاداري؟ اما اعتبره امتناع سلبي؟ اما اعتبره ماذا؟ تحصيل الضريبة لقرار. خلي بالكم بقى، فرض الضريبة قانون، التحصيل هو اللي بقرار. انتوا عارفين الضريبة بتفرض ايه؟ بقانون، صح ولا غلط؟ اذا اساس فرض الضريبة ايه؟ قانون. طب ما انا بروح بلجا للقضاء على ايه؟ تحصيل الضريبه. حصلوا مني ضريبه بغير وجع حق، حصلوا مني ضريبه فيها ازدواج ضريبي، اعملوا ازدواج ضريبي. اذا هناك نزاع، النزاع ده اساسه ايه؟ ما انا بختصم القرار الاداري، انا لما ملجا الى مجلس الدوله بحاكم من؟ بختصم من الخصم؟ ايه خصمي؟ قرار اداري معيب. قرار اداري ايه؟ اراه معيبا، اراه معيبا. في حاجة تانية غير كده؟ غير قرار. طيب اذا تحصيل الضريبة اعتبره قرار اداري، انت تراه ايه؟ معيبا. انت تراه معيبا، فارجع الى القضاء، الى القضاء الاداري.
في المنازعات الضريبية. المنازعات الضريبية. إذن هنا عندما ألجأ إلى القضاء الإداري أنني أحاكم قرارا إداريا معيبا، شابه عيب من عيوب إيه؟ الإرادة. طيب، وبناء عليه، أما أنا بقى النهاردة كمحامي بقى، مش أنا دافع بقى عن الموكلين، ده أنا هدافع عن نفسي، هدافع عن نفسي. طب عندما هل كل واحد فيكم ليه ملف ضريبي ولا لا؟ ها؟ من خلال إيه؟ مش كل واحد فيكم معاه بطاقة ضريبية؟ وبالمناسبة يا شباب، كان لا يعني بعد كده البطاقة الضريبية بعد كده كان انتوا على حظكم، كان صدر قرار من الوزير بأن تستبدل كلمة المحاماة بكلمة نشاط، ونجحت النقابة لا، ويكتب في البطاقة بتاعتك أو الكارنيه بتاعك أو البطاقة الضريبية بتاعتك محام وليس صاحب نشاط. شوف كانوا عاوزين يصعدونا فين، وصدر بقى قرار من الوزير. خلاص ده هتلغي خلاص انشطه القوى هتلغي، ده خلاص هيتلغي. انت محامي وفي كل دول العالم معروف من هو المحامي، واعتزوا نفسكم رؤساء مصر، رؤساء وزراء مصر على مر العصور كلهم محامون. امريكا التي يتشدقون بها كلينتون وأوباما وخلافه محامين. رئيس محكمة النقد عبد العزيز باشا فهمي كان محامي، كل السادة كانوا محامين، بعلموا العالم. فانتوا اعتزوا بنفسكم وفي نفس الوقت يكون لديكم وعي ضريبي. ما احترام ما تهلفطوش في الكلام امام الغير، عيب. انت راجل درس نظم سياسية، لغة الخطاب مع الدولة ازاي، لغة الخطاب مع النقابات شكله ازاي، لغة الخطاب مع زملائك شكله ازاي، لغة خطابك مع الموكلين شكله ازاي، مش كله على نمط واحد. لا، انت اكثر الناس قراءة لواقع المجتمع، فبالعيب كل العيب ان ما يكونش عندك وعي ضريبي. انا بفرض ضريبة ليه؟ بفرض ضريبة وكم الشريحة اللي بتفرض عليا، وانا كرجل مهني كم هيفرض علي؟ انا كرجل غير مهني ايه ضريبة الارباح التجارية والصناعية؟ ايه ضريبة الدخل؟ ايه ضريبة الثروة العقارية؟ ايه ضريبة التصرفات العقارية؟ وكيف واكثر الضرائب واكثر القضايا واكثر ملفات هتجيلكم في هذه النقاط؟ بعد يقولك جالي حجز علي ضريبة معينة جوالي، انا رجل استاذ جامعة وجايني ضريبة الثروة العقارية، انت راجل مستشار وجالك محامي وجالك ضريبه ثروه عقاريه. اذا ده اللي هنتناوله بكل اسهاب في المحاضره القادمه ان شاء الله. لكن الهدف من هذه النبذه المختصره ان اربط بين القرار الاداري وكيفيه الدخول على منازعه ضريبيه. فان انا النهارده محاكم والجا للقضاء الاداري بحكم ان هناك قرار اداري معيب، ولا مع المستشار قرار اداري معيب حصلوا مني على وجه غير حق، او حصلوا مني زيادة، او حصلوا مني وانا دفعت ضريبة قبل كده بفوز دواج ضريبي. طب هنا بقى ايه العلة عشان تعرفوا الربط؟ ولذلك كان عندنا قسم في الكلية مع الوزير، قسم الادارية المالية، وما زال الان موجود في حقوق المنوفية، درس في الدراسات العليا القانون الاداري المالي. الاداري المالي، اذا هناك ربط لا يقبل ايه التفرقة. انا طبعا لن اسهب اكثر من ذلك، واترك المجال لاخي معالي المستشار لاجل ان يتكلم معاكم في العقود الاداريه او ما يتراءى له استكمالا لما هو سابق. واشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.